بسم الله الرحمن الرحيم. تقوم مديرية الموارد المائية احدى تشكيلات وزارة الموارد المائية في محافظة الانبار باعمال التوزيعات المائية على مستوى المحافظة وكذلك ضمان الحصص المائية للمحافظات الوسط والجنوب، كون المحافظة هي تعتبر المصدر الرئيسي لنهر الفرات. لذلك تقوم هذه المديرية والتشكيلات التابعة للوزارة من صيانة مشاريع الري والبزل وكذلك إدارة سدة الرمادي وسد حديثة وسدة الفلوجة بالتوزيعات المائية لضمان توزيع الحصص العادلة للمحافظات الوسط والجنوب وكذلك داخل المحافظة. كما تقوم مديرية الموارد المائية بالإشراف على أعمال مديرية صيانة مشاريع الري وبزل الأنبار بخطة تطهيرات كاملة معدة بين المديريتين لتنظيف شبكة المبازل والقنوات الإروائية لضمان إيصال المياه للمستفيدين داخل المحافظة وتقليل الهدر المائي في القنوات الإروائية وكذلك تخليص الأراضي الزراعية وإنجاح الخطة الزراعية من الصيفية والتهيئة لأعمال الشتاء القادم إن شاء الله. كما تقوم إدارة سدة الرمادي وإدارة مشروع سدة الرمادي بإدارة الخزين الاستراتيجي لداخل المحافظة، كون سد حريتة هو الخزان الرئيسي والشريان الرئيسي للمحافظة وكذلك محافظات الوسط والجنوب، حيث تقوم المديرية بالإشراف على تأمين الإطلاقات المائية من مؤخر سد حريتة وصولا إلى سدة الرمادي ومن ثم إلى سدة الفلوجة، ليتم تزويد مقدم سدة الفلوجة عن طريق ناظم الثرثار أي ناظم التقسيم والقناة الروائية بالحصص المائية وضمان إيصال الحصص المائية لمحافظات الوسط والجنوب بالتساوي ومعالجة الشحة المائية التي يمر بها البلد. كما تقوم المديريات التابعة لتشكيلات الوزارة بإنشاء وأعمال التبطين للقنوات الروائية المنتشرة على مساحات واسعة من الرقعة الزراعية وكذلك إنشاء التكسية الحجرية مؤخر ناظم الورار بواسطة مديرية صيانة مشاريع الري وبزل الأنبار وبإشراف مديرية الموارد المائية وإدارة سدة الرمادي.